ندى محمود جوزي من مدينة المطرية محافظة الدقهلية. هي بدايتي مع القراءة هو من وانا صغيرة، عامة بقرأ أي حاجة تقع تحت إيديا، لكن ما كانش عندي مفهوم إن أنا أمسك كتاب وأقرأه من أوله لآخره، لا يعني كنت بقرأ أي حاجة وكان ممكن أفتح كتاب ببية مثلا إن أنا أدور على حاجة معينة، لكن كون إن أنا أمسك كتاب وأقرأه من أوله لآخره ده يعتبر بدأ معايا من وانا في تالتة إعدادي. كنت بدخل المكتبة كتير كالعادة، فالمدرسة اتعرفت عليا، ابتدت تكلمني شوية عن الموضوع، تقترح عليا كتب كويسة، ابتدت تكلمني عن مسابقات بتحصل بشكل دوري في المدرسة ومتعلقة بالقراءة والمكتبات زي مثلا نجوم القراءة، فرسان المكتبة وغيره. فابتديت بقى أشارك في المسابقات دي، ابتديت أجيب مراكز، فلاقي الموضوع كويس، شخص يعني في حاجة مميزة، فابتديت برضو مع الوقت أقرأ بتوسع، أقرأ في مجالات مختلفة، ومع الوقت بقى الواحد طبعا تزداد ذاكرته العلمية والمعرفية وكده. بالنسبة لمسابقة المشروع الوطني للقراءة، فأنا عرفتها من خلال مشرفينا، وكان ليا صديقة برضو متابعة الموضوع وكده، فابتدوا يكلموني عنها وطبعا أبعادها وكيفية المشاركة فيها، وبالفعل سجلت تبع المدرسة. طبعا بعد ما كان في تصفيات وإن هما يختاروا الأجدر والأحق إن هو يمثل المدرسة، والحمد لله طلعت ومثلت المدرسة في المحافظة وجبت مركز الحمد لله. المركز الأول البطل هياخد 1,000,000 جنيه، بقية الأبطال اللي هو الأول على كل مرحلة هياخد 500,000، المركز من الثاني للخامس جمهوري هياخد 50,000، ده بالنسبة للطالب المثقف. في الطالب الماسي الأول هياخد 1,000,000، الثاني نص، الثالث ربع، وهكذا، وبعد كده تقريبا الرابع هياخد 100,000، وبعده برضو مش فاكرة يعني المبلغ محدد ولا لا. وكذلك المعلم المثقف هيكون أول شخص اللي هو أخد المركز الأول 1,000,000 جنيه، وهكذا. اللي بيتقال ان احنا مجتمعنا العربي الناس اللي بتقرا فيه قليله، ده بالعكس تماما، انا اكتشفت ان معظم الناس بتقرا، واحنا في مجتمعنا العربي فيه قراء كتير جدا ومثقفين كتير جدا، وما كنتش اعرف ان الناس دي موجوده. فلا يعني فكره الناس ان القراءه بتندثر، فده فكر الناس اللي ما بتقراش بس، لكن في الواقع اللي بيقراوا كتير والمثقفين كتير، والكتب فعلا ما اندثرتش والقراءه ما اندثرتش في عالمنا العربي. لو قلنا ندى مين مثلها الاعلى وحابه في المستقبل تحقق ايه؟ هو في الواقع لما نيجي نتكلم في حته المثل الاعلى، فيعني الواحد مش بياخد شخص كمثل اعلى في كل حاجه، يعني انا باخد مثل اعلى الشخص ده في حاجه معينه، في النظام، في الصبر، في حاجه معينه شفتها في الشخص ده. فلكن لو قلت ان انا هاخد شخص واحد كمثل اعلى، فهو طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو جيت عدت بقى الحاجات الحلوه في كل شخص اللي انا بحتذي بيه فيها، فلا يعني في كذا شخص في كذا حاجه. انا عندي والدتي طبعا مثل اعلى ليا ان انا في حاجات كتير، في تصرفاتها وتعاملها في الحياه مع الاشخاص. عندي طبعا والدي برضو كفكر وكمناقشه، ولما ندخل في حوار وكده. عندي استاذ محمد زهيري، لا يعني كشخصيه منجزه وشخصيه ناجحه في حاجات كتير. فلا في كذا شخص انا بقتدي بيه في كذا حاجه. بحب اشكر وادعم اي شخص مسؤول بيشجع حاجات ثقافيه ومعرفيه زي كده، وبيوفر السبل اللي تسهل للطالب او اي شخص عامه انه يندمج فيها ويشترك في حاجات زي كده. واي شخص تاني فانا طبعا احب اقول له ان هو لا يعني يا ريت يبذل جهد اكتر ان هو يدعم حاجه زي كده، ويدعم المكتبات سواء المدرسيه او المكتبات العامه ودور الثقافه في كل اداره عندنا في محافظه الدقهليه، بيكون لها دور كبير كمان يعني.